حشود وتعزيزات عسكرية من قبل النظام السوري وأخرى للاحتلال التركي، والوجهة كما جرت عليه العادة منذ أيام محافظة إدلب، حيث المعقل الأكبر للفصائل المسلحة وكذلك التنظيمات الإرهابية كتنظيمي داعش والنصرة. فقد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة التوصل إلى عملية سياسية شاملة لتحقيق السلام في المحافظة، معربين عن قلقهما من الوضع الإنساني الدقيق فيها. تحذيرات ماكرون وميركل عبر مكالمة هاتفية من المخاطر المتفاقمة للوضع الإنساني تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن تتحول المحافظة فيه إلى ساحة معركة كبيرة، خصوصا بعد أن وضع النظام السوري نصب عينيه استعادة السيطرة عليها، وألقت مروحيته منشورات على بلدات في الريف الشرقي لحث السكان على الاستسلام. هذه الدعوات تأتي أيضا في الوقت الذي كثفت فيه قوات النظام السوري استهدافها لمواقع الفصائل المسلحة في المحافظة بحسب ما ذكرت السفارة الفرنسية. وكانت الأمم المتحدة دعت إلى محادثات تجنب المدنيين حمام دم في المحافظة التي زاد من تعقيد الوضع فيها التدخل التركي عبر نقاط المراقبة ودعمه لفصائل إرهابية كالنصرة.